ومن الفوائد أن أعظم المحرمات هو قتل النفس بعد الشرك بالله. ولذلك قال عز وجل في صفات المؤمنين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني هم تخلوا عن الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، دل على أن القتل وعيد الشرك، ولا يزنون، جعل الزنا في المرحلة الثالثة، فدل هذا على خطر ماذا؟ سفك الدماء. ولذلك أول ما قالته الملائكة فيما مضى معنا قال جل وعلا: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أليس سفك الدم من الإفساد؟ بلى، لكن لماذا أفرده؟ لأنه عظيم. فأعظم ما يقدم عليه الإنسان من الجرم أن يقدم على قتل النفس. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، يعني ما دام أنه لم يصب دما حراما فالباب أمامه مفتوح، مهما فعل من ذنب وإن كان عظيما إلا أن دينه ما زال معه فسيحة، لكن إذا أقدم على ذنب قتل النفس هنا يضيق عليه الأمر. ولذا يقدم بعض الناس على القتل من جراء مشكلة بسيطة ليست بشيء، يمكن يقتل بعضهم بعضا على شبر من الأرض أو على 100 ريال لتضخيم الشيطان لها، وإذا قتل وفعل عاد الندم ولا ينفع الندم. ولذلك قال عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يعني هذه عقوبات عظيمة. ولذلك يوم القيامة كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي المقتول بالقاتل ورأسه يشخب دما فيقول: يا ربي سل هذا لما قتلني. ومن الفوائد أنه قال جل وعلا: لا تسفكون دماءكم، أيمكن أن يسفك الإنسان دمه؟ لو سفك دمه فهو المنتحر، والمنتحر جاءه الوعيد الشديد، لكن هنا قال: لا تسفكون دماءكم. المقصود من هذا أي لا يسفك بعضكم دم بعض لأنكم بمنزلة الجسد الواحد، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولذلك قال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. أحد يقدم على أن يلمز نفسه؟ لا، يعني أنتم بمثابة اللحمة الواحدة فلا تقدموا على هذا الفعل، فإنك إن قتلت أخاك فكأنما تقتل نفسك. يعني سفك الدم بالنسبة لهذه الأمة أصبح رخيصا، يعني ما ينظر الآن في البلدان الإسلامية العربية منها وغير العربية، يذبح الإنسان أخاه كأنه يذبح دجاجة أو طيرة. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كثرة القتل في آخر الزمن قال بعض الصحابة: يا رسول الله أولنا عقول؟ كيف نقدم وعقولنا معنا؟ قال: تنزع عقول ذلك الزمن، يعني يقتل أخ أخاه. ولذلك القتل بسبب الدنيا. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم قال: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها. تقيء الأرض، تقيء تخرج قيئا وهو المال، تخرج في آخر الزمن تخرج الأموال، تقيء الأرض أفلاذ أكبادها من الذهب، فيدعه الناس فيقول: في هذا قتل وفي هذا سرقت. يعني كان القتل ذريعة للاستيلاء على هذا المال أو على هذه الدنيا فأصبح رخيصا.